أبدى الرئيس نجيب ميقاتي تخوفه من مرحلة سيعيشها لبنان بلا رئيس للجمهورية داعيا في خلال افتتاح مؤتمر التجارة الإلكترونية إلى إجراء الاستحقاق في الوقت المتبقي أو في أقرب وقت. لأننا في لبنان تعلمنا أنه كلما طال الفراغ ازدادت المشاكل، ولأن علينا احترام المواعيد الدستورية والقيام بكل ما يلزم لصياغة تفاهمات تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الوزير وائل أبو فعور رأى من زحل أن البلد بحاجة إلى رئيس يتمتع بشخصية وفاقية. الشعور برئاسة الجمهورية لا يطال المسيحيين فحسب، بل ينال ويصيب كل الوطن، يصيب كل المؤسسات الدستورية. آن الأوان لسلوك خيار الوفاق. السفير الفرنسي باتريس باولي وخلال جولة له في تبنيل للاطلاع على مشاريع تشارك السفارة في تنفيذها، اعتبر أن للبنانيين وحدهم خيار انتخاب الرئيس الجديد. قرار عند اللبنانيين ونشجع يعني المؤسسات اللبنانية. كيف ترون الفراغ سعادة السفير الفرنسي؟ لنعلق ننتظر يعني الجلسة في مجلس النواب. وفي دار مطرانية بيروت للموارنة بحث رئيس وساقفة بيروت المطران بولس مطر في الملف الرئاسي مع المرشح النائب أنري حلو، الذي رأى أن الاستفافات السياسية لا تؤدي إلا إلى الجمود في هذا الملف. ما في حل إلا برئيس جمهوري يكون رئيس للكل، مقبول من الكل، يتحاور مع الكل والكل يحكوا معه. ما فينا إلا نرجع للبنانة الاستحقاق ونتفق كلنا سوا لحتى نوصل، وعنا بعد 48 ساعة إلى انتخاب رئيس جامع لكل اللبنانيين. الاستحقاق الرئاسي بحث في معراب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب السابق الطسخوري، وشمل البحث تعطيل جلسة الانتخاب الخامسة والخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة.